دوك نتكلموا حنا كاين الرياضي المبتدئ وكاين الرياضي المحترف، يختلفوا كما يقولوا الجانب التدرب تاعو، المدخول المخرج تاعهم، البرنامج التدرب تاعو، البرنامج تاع النظام الغذائي تاع لي كومبليمون، ويختلفوا كما يقولوا حوالي. شوف رياضي متقدم عنده سبونسور مع لي كومبليمون اليمونتير ماكلا بروغرام تاع اونترينمون 200 بار جو، عندهم من 8 ملايين 10 ملايين بار موا. اما المبتدئ ولا هاوي عندهم 3 مليون بار موا حتى 4 مليون بار موا مع نظام غذائي ما يكونش فيه لي سيروبا، يكون فيه 3 روبا 4 روبا، ما فيش كومبليمون اليمونتير طالع كيما الرياضي محترف. الرياضي المحترف يكون عنده لي كومبليمون اليمونتير، عنده فيتامين سي كالسيوم بي سي ا غلوتامين كرياتين بروتين، عنده لي زاسيد اميني، عنده الماكله تاعو 6 وجبات فيها لي سكالوب. في لا جورني عنده قريب 500 غرام تاع قريب رطل تاع الاسكالوب بار جو، يعني ميزانيه ما شاء الله، ماشي كيما واحد مبتدئ في السنه صادي بوندوك كاين اللي يصرف 50 مليون 60 مليون، كاين كل واحد كيفاش يعني في العام كيفاش يصرفها. من المستحسن هي لازمهم سبونسور يعني باش يدخل لي كومبيتيسيون، ماهيش بزاف لازم ريزرفاسيون دوتير ريزرفاسيون لي كومبليمون لاتانت ينسكري تانيك كومبيتيسيون لوتيل، بزاف فيها امورات لازم سبونسور يعاونو.